يبني طائر الحجر عشه على الأرض بين الأحراش والشجيرات، أين تضع الأنثى ما يزيد عن 15 بيضة كل موسم تكاثر كأعلى رقم في فصيلة الطيور. يشتهر الطائر بقدرته الكبيرة على تمويه لصرف النظر عن العش وحمايته من الأخطار المحدقة به. تغادر الكتاكيت العش بعد ساعات قليلة من خروجها إلى الحياة، لكنها تحظى بمرافقة الأم التي تحاول حمايتها إلى أن تغدو قادرة على الطيران.